كتسمعوني بداك؟ شكون اللي باقي ما جاش؟ حاولوا بالنسبه للايه، حاولي ديري ليماج ديالك في لا بروشان. بعدا بالنسبه ل ايه، بعدا جا قديري شت كتغيبي في القسم. أشرف كانت مريضة. اكما كورونا؟ لا ولا المهم دابا ملي قلتي كنتي مريضه، المهم ما كاينش شي واحد داير بحال هكا بعدا. الوغ نورمالمون شوفوا معايا دابا اين شابيتر بقينا فيها. قلتوا ليا فونكسيون ريسيبروك، دابا غنديرو واش كتسمعوني؟ ياك كتسمعوني بعدا؟ كنشوف السكاس. استاذ كنسمعك. شكون هذا؟ كنسمعك يلا استاذ. انا حسام. يلا خليك حسام معايا باش راك عارف ما يمكنش نبقى نهضر بوحدي. يلا شكون اللي باقي ما جاش؟ شكون هذا؟ يلا جاي دابا عاوتاني. الو عمر، يلا اكسبتي حتى هو. بالنسبه للمره الجايه راه بالنسبه للوقت خاص الواحد يريسبكتي الوقت. شوفوا معايا الله يرضي عليكم، بالنسبه للشابيتر الى اخر رقم درنا سبعة. درنا سبعة مزيان. واش درنا لا كونتينيتي ديال الفونكسيون ريسيبروك. ايه ما درنا اكتيفيتي فيها. يلا درنا اكتيفيتي، باقي ما درناش بروبريتي. لا باقي صافي. اذا دابا بالنسبه ما تكتبوا معايا حتى حاجه، راه غادي نصيفط لكم هادشي في الاخر ديال السيونس. داكور. الوغ بالنسبه ل دونك يلا درنا اكتيفيتي ونحاولوا نديروا اكزومبل واحد اخر. الوغ لاكتيفيتي دونك هي هذه الطريقه باش كنحددوا بيان سور اف موان زان. نورمالمون هنايا واحد الحاجه عندي فيها سي اف ان فونكسيون كونتينيو ستريكتومون مون طون سور ان انترفال اي، الوغ اف ادمين فونكسيون ريسيبروك نوطي اف موان ديفيني سور لانترفال اف دو اي. بالنسبه لا ميثود باش كنحدو الفونكسيون ريسيبروك، الوغ انا جو بونس نورمالمون كيما الجروبات كاملين حاولت انني نورمالمون غادي نعطيكم واحد الحاجه هنا تقدروا ديروها، هي نورمالمون الفاريابل ما غاديش نبدلوه. فهمتوني كيفاش ما غنبدلوش؟ يعني نورمالمون الفاريابل غادي نحاول نخليه كيما هو. كيفاش غنخليه كيما هو؟ نتوما كتعرفوا نورمالمون اكس فين تيكون بالضبط؟ تيكون في اي، و اي غريك فين تيكون؟ اييه. اذا انا شنو غندير هنايا؟ غادي نكتب هنايا بيان سور هذا الشيء اللي غادي ندير لكم. نورمالمون هنا اللي غادي الحاجه اللي غادي نزيدو هي هذه. الوغ اكس كاين في اي، دونك اف كتحول اكس اي غريك ايكيفالون ان اي غريك كاين في جي، دونك اف موان زان كتحول اي غريك لاكس. الوغ غادي بروبريتي ندير واحد ليكزومبل. الوغ بالنسبه ليكزومبل اللي غادي نعطيكم نورمالمون نعطيكم مثلا اف دو اكس هي 2x على x او كاري بلس 1 و اي ناخذ مثلا موال انفيني موان زان. الوغ بيان سور شنو هي لا كيستيون هنايا؟ لا كيستيون سي مونتري كو اف ادمي اف موان زان ديفيني سور جي ا ديتيرميني. ياك هادو هما الاسئله اللي كيتعطيونا في اف موان زان، هذا الاول. والسؤال الثاني ديتيرميني اف موان زان دو اكس، جوج ديال لي كيستيون. الوغ بالنسبه باش نبينو ان اف ادمي اف موان زان، دونك هنا غنقولو اف لا كونديسيون الاول شنو هي؟ لا كونتينيتي، دونك اي كونتينيو سور اي كون رابور de deux fonctions continue. اخوان بالنسبه في الامتحان ممكن ديروا لي غير هذا الجواب الا ما عطيتكش انا لا كيسيون ديال ان مونتري
que f est continue sur un intervalle. Il est peut-être comme la question, on a f montré un continu sur l'intervalle. Je tourne qui veut scander le cas. Et on a dit qu'on se met à u, on a dit qu'on se met à v. Ou tu as dit que les tâches sont annulées, c'est que aclin. Alors tu vas les comptables ou bien, bien. أما دابا هنايا في هذه الحالة ممكن غير تقول لي الغابور هنا ممكن تزيد لا كونديسيون الثاني ان كل شيء هو اكس ابارتي ام ولا فيني موان زان اكس او كاري بلس ان ديفيرون ديال زان ياك السي حسين واحد قنديل بعدا فقت ولا باقا لازم انا نتبع يلاه مزيان مزيان دابا عرفتي شنو نورمالمون راه هادي فرصه نيت غادي نحاول نقادكم مع لي جروب الاخرين راه الجروب الاخرين راه ساليت معاهم الكور ياك نتوما غادي نحاول نساليو الكور هاد الايامات وباش نديرو الكوريكسيون ديال لي سيري بجوج حيت راه كاين دو سيري الاولى والثانيه باش مباشره من بعد الوقوف الدراسه نصحو دوفوار لي بغو نديرو الامتحان نديرو في سيمانة وحدة شنو هو التصحيح ديال دوفوار والفرض في سيمانة وحدة التصحيح ديال دوفوار تيكون في ساعتين ومهم جو بونس واقيلا ساعتين كاينة غير نهار واحد ياك كاينة غير مغدي ما كاينش شي حاجة حصة أخرى لا محال غتكون حصة ديال ساعة ونحاولو المهم لكن عندي الوقت هاد السيمانة نحاول نصحو ا ديستونس تا هو بالنسبه للكوريكسيون ديال الدوفوار بعدا عطيتو خديتو بعدا كلشي عنده صافي مزيان هذاك المهم عندي alors اذا نورمالمون فونكسيون رابور دو فونكسيون كونتينيو حنا درنا لا كونديسيون الاول ديال كونتينيتي لا كونديسيون الثاني خاصها تكون ستريكتومون مونوتوني هذا الشيء اللي دايرين في الكور حيت انتم alors هي ستريكتومون مونوتور دابا غنمشيو نحدو اف موان زان دونك شنو هي الطريقه باش نحدو اف موان زان الوغ كناخدو مازال ما غنحدوش اف موان زان بعدا باقي لا كونديسيون ثاني شنو هي لا كونديسيون ثاني لا مونوتوني اييه غنمشيو نديريفيو بعدا هاد الفونكسيون دونك شنو هو الديريفي ديالها الوغ هادي اللي لتحت دوز اكس بريم كندير او كاري كنديريفيو اللي فوق كنضربها في اللي لتحت ناقص x au carré plus 1 prix. Et on a appris la قاعده هذه ديال الديريفي. عطيتها لكم في الريزومي وغتلقاوها هنايا. صافي دونك ها هي هذه. انا نزلت لكم هنا باش تعرف على شنو استعمل. ها هي صافي. اذا هذه اللي استعملت مزيان الوغ شنو هو الديريفي ديال جوج اكس هي دو اكس كاري بلس ان موان دوز اكس فوا الديريفي ديال اكس كاري بلس ان هي دوز اكس ديفيزي على اكس او كاري بلس ان لو تو او كاري تري بيان دونك هي اكس او كاري بلس ان لو تو او كاري هنا غنديفلوبي 2x او كاري بلس 2 موان 4x او كاري الوغ فينالمون اون تخوف كو f بريم دو x هي x او كاري بلس 1 لو تو او كاري على موان 2x او كاري بلس 2 الوغ الاشاره ديال هادي شكون اللي كيتحكم فيها شكون اللي كيتحكم في الاشاره ديال هادي حيت خص ضروري خص نلقى مونوتوني وحده اذا انا ممكن الاخوان عندكم تعملوا البط اذا لا عملتو بدو تقدر تسامبليفيا وممكن انني شنو ندير هنا ندير identité remarquable il y a les deux facteurs de 1 moins x 1 plus x ça fait donc il a pris la manière de l'encadrer il a pris la manière de dire
le sine de f prime de x dépend de شنو اللي كيتحكم الاشاره a moins x au carré وكل شيء تعرف ان a moins x au carré شنو هو لو سين ديالها دونك تاني لف موان زان اي ان دونك هنا لو سين نيجاتيف دونك غتكون موان موان بلوس اذا حنا الى انترفال خدامين ولا في موان زان اذا كيلكو سوا اكس ابارتيها ولا في موان زان الوغ اف بريم كي دايره لو سين ديالها نيجاتيف صافا معايا ولا لا دونك ملي لقينا نيجاتيف موان زا داخل دونك ندير هو ايكال اذا يعني دو اف اي ستريكتومون ديكواسون ديكواسون واحد المسألة بغيت نقولها لكم بالنسبة نتوما في الامتحان هادشي راه غيكونوا ديجا درتوه يعني هاد المونوتوني ولا كونتينيتي غتكون ديجا درتيها قبل لاحظتوا لي دابا ملي كنبغي ندير هاد القضية خصني ضروري جيستيفي علاش الوغ دو اف يعني دابا ملي كتكون عندنا سؤال غديرو بالبارتي زد دونك كتبقى خاصك ضروري دير هاد الامور راسك صافي معايا ولا لا اذا اف ادمي شكون اللي درنا واحد راه قلنا خليو غير نورمالمون لادمين غادي نشوف هادو الاكتيفي ديال الميكرو هنا واحد من قبيله وحنا نسمعو الحوت كيتباع واخا اف ادمي اف موانز ان ديفيني سيغ اف دو اي كي غنديروها هون ك ليماج ديال اي كي تنديرو نحسبو ليماج ديال اي يلا لادمين فينك ملك فين مشات ملك يلا جاوبني شي واحد جاوبني شي واحد سيت غادي نقلبو في الديكواسيون دونك غنحسبو ليماج اذا غنقلبو انا فهمت اذا موانزا داخله غنحسبو ليماج فيها وهنا غنحسبو ليميت ديال موان فين ياك متفقين معايا اذا شنو غتعطينا هنايا بلاتي نسجل هاد ما بقى عندي فين نكتب صافي دونك هنايا نوبلي با كو راه هادشي نورمالمون بازي على هذاك الشيء اللي درنا دونك شحال ليماج ديال موانزا الوغ ليماج ديال موانزا اللي حسبتوها غتعطيكم موانزا والليميت في موال انفيني كي غنديرو الليميت في موال انفيني نحسبها هنا هي الليميت ديال اكبر اس على اكبر اس هي 2 اكس على اكس او كاري هي 2 على اكس هي شحال الاخوان هي 0 اذا شنو غندير هنا 0 اذا هذا هو الانترفال اللي غتكون ديفيني فيه اف موان زان صافي مزيان دابا هذاك هو الجي هو هذاك هو الجي لا كيسيون ديما تيقول لك ديتيرميني الجي مزيان الوغ دابا غندوزو المرحله اللي مازال عندنا فيها المشكل وباقي نورمالمون قلت لكم انا في الامتحان خص ضروري نعاونكم اللي هي ديتيرميني f moins a de x pour tout x de g. D'accord. Et donc, normalement, je n'ai pas la façon de f moins a. Quand on a de x, qu'on a de i, donc f le x, donc x le y, équivalent y, qu'on a g. Donc f moins 1 ديال y كتعطينا x يعني pour trouver f moins 1 شنو خصنا نقلبو خصنا نقلبو على x en fonction de y
واش متفقين معايا ولا لا؟ يعني خصنا نقلبوا على اكس اون فونكسيون ديال ايكال. كتسمعني مزيان ياك؟ كنسمع ماشي صافي تبع معايا انت. يعني كنعتبروا يعني شنو غنديروا في هذه الحاله؟ غنحلوا ليكواسيون افيك دان كوني ولا دان كوني اون ريزود ليكواسيون. الوغ دان كوني شكون هو لان كوني؟ شكون اللي كنقلب عليه هنا؟ هو ايكغيك. هو اكس. اذا انا كنقلب على لان كوني هو اكس. وي دونك نمشيو على بركه الله. دونك شنو هي اصلا ليكواسيون؟ الوغ 2 اكس على ايكغيك او دونك كتكون هي 2 اكس على نشوفوا الفونكسيون على اكس او كاري بلس 1 ايغال ا ايغريك. دونك هنا ما بويسكو ما عندك حتى حاجه دونك غدير جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. يعني هي 2 اكس ايغريك اكس او كاري بلس 1. اذا عرفتوني دابا شنو هو ولدي ماشي كتعوض اكس بايغريك كدير ايغال اكس. لا 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 هو دابا انا شنو درنا صافي انت دابا راه اف اكس ايغال اي كاد نطلع القسمه هذه. انا خصني دابا نقلب على اكس سمينيش. انا شنو غتعطينا دابا هذه هي ايغريك اكس او كاري ياك بلس ايغريك موان 2 اكس ايغال 0. اذا شوف معايا انا شنو درت حولت كلشي لهنا. دابا شكون اللي عندنا تنعتبره مجهول الاخوان هو اكس. اذا شوف كيفاش غنكتب لكم لي كوفيسيون ديال ليكواسيون ديالي. ها انت ايغريك موان 2 باش تعرفوا نورمالمون داك لي كوفيسيون ديال ليكواسيون بلس ايغريك. هذا شوف الفاريابل ديالي انا نكتبو بالزرق هو اكس او كاري اكس. اذا تقدروا تقولوا لي شكون هو ا شكون هو بي. ها ا ها بي ها سي. كتعرفوا شنو هي ا بي سي؟ يعني ا ديال ليكواسيون دوزيام دوغري. واش متفقين معايا ولا لا؟ هادي فوقاش انت غدير الطريقه صديقي. الا كان الاستاذ ما عاونكش يعني الاستاذ ما عاونكش يعني خلاك راسك كتقلب على اكس اون فونكسيون ديال ايغال. اذا كتعطي هادي بويسكو دوزيام دوغري غندير ديسكريمينون. كيفاش كنحسبوا ديسكريمينون؟ بي او كاري موان 4 فوا ا فوا سي. اذا اللي حسبتي مزيان هادي هي 4 ناقص 4 ايغال او كاري لي هي 4 ا موان ايغريك او كار. صافي مزيان. تقدروا تقولوا لي ايغريك فين كاين؟ ديجا عندنا ايغريك فين لقيناه؟ فين لقينا ايغريك؟ في موان زيرو. يعني ايغريك محصور ما بين موان زيرو وزيرو. دونك ايغريك او كاري حنا دابا عا كنفيريفي واش عندها حل ولا ما عندهاش. اذا شنو غتكون ايغريك او كاري؟ غنقلب ضروري راكم عارفين نورمالمون هاد القضيه تنديروا هنا الزيرو اكبر قيمه مطلقه وبيان سيغ غنضرب في موان زان من بعد. دونك الى ضربت في موان زان غيكون عندنا موان زان هنايا وهنا غتكون موان ايغريك او كاري وهنا زيرو. في الاخر غنزيد واحد دونك زيرو. انت شوف معايا شتي كي جاني ديجا دابا بوزيتيف كاين اللي ما كيفيريفيش هادي لان دابا حنا حددنا الانتقال. يعني راه ليكواسيون ها دو سوليسيون ولكن واحد فيهم خصنا نحيدوه. المهم انا نوريكم كيفاش غنحيدوه من بعد. الوغ موان بي شنو هي؟ موان بي هي دو موان الغاسين ديال هادي. الغاسين ديال هادي كامله هي 4 ا موان ايغريك او كاري على 2 ا. شكون هي ا؟ هي 2 ايغريك. الوغ دوزيام سوليسيون شنو هو؟ دوزيام سوليسيون هو موان بي هي 2 بلس ا موان ايغريك او كاري على 2 ا. صافي هادي غادي تقدر تختزل هنايا لان غتعطيك 2 موان 2 ا موان ايغريك او كاري على جوج. شوف معايا نقدر نختزل هادي مع هادي ولكن غيبقى ايغريك. و دوزيام 2 بلس 2 1 موان ايغريك او كاري على 2 ايغريك. هذا مع هذا غيمشي
اذا شنو كنلقاو في الاخر؟ ا موان على ايغريك مو بالنسبه للدوزيام ان بلس ا موان على ايغريك. اذا سي حسام كي تنديرو نحيدو واحد فيهم كنديرو ليماج ديالو خايب يا وريتها كناخدو شي عدد وكنديرو ليماج ديالو. مثلا غنمشيو للانترفال موان انفيني موان دو نمشيو نحسبو مثلا ليماج ديال اش ديال موان دو. اذا ملي كنمشي نحسب ليماج خاص دابا مثلا ليماج ديال موان زان ليماج ديال موان زان اصلا هي موان زان دونك اف موان زان موان زان هي موان زان دونك اللي غتحول ليا موان زان الموان زان راه هي فونكسيون ريسيبروك. اذا خديت هذه اذا هذه شنو غتكون عندنا نسمى اف موان زان 2 اذا درت موان زان دونك واحد هنا غتبقى اصلا واحد ناقص واحد على موان زان هي موان زان. متفقين معايا؟ ولكن راه الا بقيتو عاقلين في القسم قلت لكم ضروري هذوك الاعداد اللي في الفرونتي دائما كيعطيونا واحد تناقض. شنو هو داك التناقض؟ هو ان بحال دابا هاد الفونكسيون هادي اللي عندي دابا هادي عطاتني ليماج ديال موان زان وتا هادي غتعطيني ليماج ديال موان زان هي موان زان. اذا شنو غندير؟ خاص ضروري نمشي نقلب على شي ايماج اولا نحاول نورمالمون. اذا بحال دابا هاد اف موان زان هذا il donne même résultat. Il donne donc le même résultat. راه داكشي علاش قلت لكم ديما حاولوا تبعدوا على موان زان حيت في الانترفال موان لانفيني موان زان هي اللي كاينه في الفرونتي فهمتي هي اللي كاينه هنا اي راه هو موان لانفيني موان زان بعد من هذه. اذا فهمتوا البروبليم دابا اللي كاين؟ إذا مشيت حسبت ليماج موان زان بهادي وبهادي راه يعطوني بجوج موان زان. ولكن خذوا غير مثلا موان 2 إذا مشيت حسبتي ليماج ديال موان 2 غتعطيكم موان 4 سيغ 5 دونك اف موان زان ديال موان 4 سيغ 5 كتعطينا موان 2. دابا هنا هادي بأكيد أن وحدة فيهم نورمالمون غتعطيني الجواب صحيح. إذا مشيتو حسبتو كالكيلاتريس ليماج ديال موان 4 دونك موان 4 سيغ 5 بهادي دونك كتكون الفونكسيون ريسيبروك صحيحة اللي كنقلب عليها هي هادي حيت هادي ما تعطينيش موان 2. إذا هادي هي اللي كنقلب عليها. إذا دابا إلا مشيت دابا درت موان 4 سيغ 5 هادي غتعطيني موان 2 هادي ما تعطينيش موان 2. إذا أنا مزيان نيت باش نوريكم بعدو من لي فرونتي بعدو دوك لي بوان اللي كيكونوا فين في الحدود وي واش كاين شي مشكل دابا فهاد الا كانوا شي اسئله دونك انا كنسمع باش ما تخليونيش كنهضر بوحدي. كتسمعوني؟ اتفقنا شكون هي اف موان زان دو كيلكو سوا اكس ابارتيان ا جي. دونك شنو هي اف موان زان دو اكس؟ قلنا نختارو هذيك الاولى اللي جربت اللي هي فيها ان بلس ا موان اكس او كاري على اكس صافي. دونك هذه هي فونكسيون ريسيبروك اللي كنقلب عليها حيت خرجوا لي جوج ليماج الاولى ما عطاتنيش ولكن ليماج الثانيه الا مشيتي جربتي في الدار نورمالمون تحسبها. راه حسبتها انا بالكالكولاتريس لقيت نورمالمون اللي كتعطي هي الاولى داكوغ. الوغ نزيدو نافونسيو شويه في الوغ بالنسبه للديتر. دابا انت هاد الحاله انا كنفكر انني في الامتحان نحاول ما نحطهاش لكم لان نورمالمون قلت لكم ديتيرميني اف موان زان ما كايناش في الوطني نورمالمون. حنا دابا مع الكونفينمون نحاولوا نجي نركزوا غير على الاساسي في الدرس ونورمالمون الا كنت غنعطيها لك راه ضروري خصني نعاونك يعني راه لو كنت غنعطيها لك ضروري خصني نعاونك يعني ما نخليكش نورمالمون
الدار مع راسك، يعني ضروري خصني نعطيك شي مساعده اللي تخليك انك تلقى فونكسيون. دابا غنديرو مساله ثانيه اللي هي كيفاش كنبينو لا كونتينيتي ديال فونكسيون ريسيبروك. هنا رقم هادي، شي واحد يقول لي هنا رقم صغيره، المهم داخله في لابارتي ديال فونكسيون ريسيبروك. الوغ هادي هي دو، دونك ديفينيسيون الوغ شنو كاين هنا؟ قال لك الا كانت اف كونتينيو ستريكتومون مونوتون، بيان سور راه ادمي اف موان زان، هادي كتكون كونتينيو على اف دو. يعني الا قال لك مثلا شي واحد بين، نديرو مثلا واحد ليكزومبل، دونك الى عطاك شي واحد لا كيسيون مثلا مونتري كو اف موان زان كونتينيو على واحد لانترفال، اذا هادي يكفي انك مثلا بحال دابا ناخدو هاد المثال مثلا اف لي اكس كتساوي غاسين اكس موان زان بلوس. الوغ مثلا لا كيسيون مونتري كو f moins 1 et continue. Alors, je vois l'intervalle là, on voit 2 plus l'infini continue sur l'image d'IALO. Alors, l'image d'IALO de l'intervalle réaliban raikon huwa. Alors, on va essayer حسبوا معايا ليماج ديال الانترفال. دونك باش نحسبوا ليماج ديال الانترفال راكم عارفين نورمالمون شنو خصنا نديرو، لا مونوتوني، دونك نعرف لي فارياسيون، نعرف اذا ليماج ديال الانترفال غيكون هو موان 3 بلس لانفيني، دونك موان 3 بلس لانفيني. اذا نختصر، اذا هنا غتقول بويسك اف اي كونتيني فين سور اي اي دونك لا مونوتوني غتكون ستريكتومون. هادو اسئله غتكون درتيهم نتا كرواسونت دو اف ادمي اف موان زان الوغ ديفيني سوغ اف دو اي. بيان سور اف دو اي غيخرج لنا في هاد الحاله هو موان 3 بلس لانفيني صافي. وهنا غنديرو بويسكو هالقاعده شنو غنقول، بويسكو اف اي كونتيني سور فين كاين اف فين كونتيني الاخوان فين كونتيني سي دو بلس لانفيني اي دو بلس لانفيني. دونك اون اف موان زان اي كونتيني sur f de i. Je n'ai f de i. Ou à moins 3. Plus l'infini. Plus l'infini. Ah, tu libres de com. Il te roule comme ras de com. Et là, normalement, tu seras essentiel. Ou à la oua. Normalement, Michel dirait. Et il a best been en la continuité. Il fait un rit bien en f la continue sur i. Voilà. Had f moins un prime. A dit qu'il y a un dos de moelle. دونك بالنسبه لو نون ديريفي ما عندناش في هذه الفقره. الوغ بالنسبه لا مونوتوني دابا جو بونس وقال لا مونوتوني درتها معكم في القسم مازال الجروب الاخرين ثلاثه دونك 3. اذا هادشي الاخوان خصو يتكتب في الدفتر ديال الدروس. اذا سي اف ان فونكسيون كونتينيو ستريكتومون ديما علاش كنقولوا هذه، علاش كنقولوا هذه باش تكون عندها، علاش كنقولوا هذا الشرط هذا كامل، هذا علاش كن باش تكون عندها فونكسيون ريسيبروك. الله يرضي عليك صافي باش تكون عندها فونكسيون ريسيبروك. الوغ اف اف موان زان ستريكتومون مونوتون فين سيغ اف دو اي. الوغ نديرو مثال، كيفاش مثال دابا مثلا الا كانت مثلا طابل دو فارياسيون ديال اف هو هذا 1 plus l'infini. Maintenant, 2 plus l'infini. Alors, je n'ai pas une table de variation. Dire f moins 1. Bien f. Rire ou bien sûr, f moins l'infini, je ne sais pas. 2 plus l'infini.
اف موز افين معرفه في دو بلس انفيني حيت ليماج ديال هذا راه هو اي وهذا هو جي. اذا كي داير لا مونوتوني ديال اف موز ميم مونوتوني ديال اف يعني جايه غتكون ستريكتومون كرواسونت هنا غتكون ان وهنا غتكون بلس انفيني صافي. واحد سميت هذيك خلود ولا سميت هذيك التلميذه شكون اللي غايب بعدا انا باش نعرف انا اللي كاين واللي ما كاينش هونكا كاينه انا وصلت سميت هذيك اللي ساكنه في فوارات سميت غروب غروب شروق كيناش واقيلا سمعت ناس لا استاذ انا حاضره واش حل عيطتك البارح انت هي شكون انت هي قنديل كنت باغي ندور درت عليكم باش تصاوبوا لي الجروب لا ماش حتى ميساج والله ما باين اخوان باينه شي مالو يا مزيان مالو نحاولوا نساليو مع نورمالمون مع الدور باش نديرو التمارين ان شاء الله غدا دونك باش يكون عندنا نورمالمون تنظيم بالنسبه السيري الثانيه عندكم ياك السيري الثانيه انا ما عنديش المهم انا غادي نصيفط لكم المهم صور علينا مرحبا بالنسبه للسيري الثانيه باش نصحوهم بجوج لان نورمالمون لا سينا الكور باش نديرو التمارين الو باج 3 دابا غندوزو المساله الثانيه اللي هي 4 اللي هو لا كوب ديال اف موان 0 واخا حنا الصراحه راه ما غادي نحتاجوش دابا في هذه المرحله ولكن خصنا نعرفوه اللي هو 4 الو لا كوب ديال الغوبريزونطاتيف ديال اف اذا كتلاحظوا معايا هذا سي اف هي هادي وهادي راه سي اف موان ذا العام اللي فات كان باغمي لي كيسيون الصعابين ديال وطني هو الرسم ديال سي اف والسي اف موان ذا علاش حيت التلامد نورمالمون ما عندهمش مع الاغلبيه الاسدام ما كيقولوش ليهم نورمالمون اي ميثود براتيك باش يرسم سي اف موان ذا مزيان حيت كاين اللي كيقول لك اقسم الورقه ودير لا سيميتري ولكن بحال دابا هادي نقدر ندير لا سيميتري بحال دابا مثلا هاد الفونكسيون هاد البوان هاي لا سيميتري ديالها هادي هاي لا سيميتري ديالها هادي ولكن الا كانت فيها بزاف اللويات وهادي راه غدوخ فهمتيني كيفاش هو القاعده كتقول هنا شنو هي شنو كتقول كتقول لك سي اف موان زائد سيميتريك دو سي اف بارابور لا بيسيكتريس دو روبير يعني راه سيميتريك بارابور اي على اكس يعني الا كانت مثلا الفونكسيون هذا هو البيسيكتريس اي على اكس يعني الا كانت فونكسيون ديالها بحال هكا سي اف موان زيرو راه كيدير بحال هكا واش فهمتيني كيفاش هاد السي حسام ولكن نورمالمون راه كاينه ان ميثود براتيك الوغ ان ميثود براتيك غادي نشوفوها من بعد يعني حتى الدرس ديال الغوبريزونطاسيون يعني دابا ما يمكنش نديرو مثال ودابا انا اصلا عطيتك هاد السؤال اشنو خصني ندير خصني نعطيك مرسومه لان نتوما ما كتعرفوش ترسمو دابا نورمالمون خصكم تكونوا تعلمتوا الرسم العام اللي فات ولكن راكم عارفين الظروف اللي كانت عندكم ديال الكونفين وما كملتوش المقرر داكور اذا هاد القاعده باينه دونك شنو قلنا لا سيميتري دونك بارابور اي على يعني مماثل ديالها بالنسبه اي اذا كتشوفوا معايا هنا كاين واحد الطابلو كاين واحد المراحل ولكن نورمالمون ما يمكنناش نديروهم دابا حيت ما كنعرفوش الرسم واخا شحال اولا كبيره شحال كبيره دابا اخر فقره في الدرس 8 الو دونك هي فونكسيون ديال الغاسين انيان اذا انا غندير واحد لاكتيفيتي الوغ سوا اف اكس على بيسونس 3 صافي فونكسيون هادي معروفه بولينوم الوغ ديفيني sur i ناخذ مثلا 0 بلس لانفين نيت باش نوصلوا نفس القاعده اللي غادي
نديرو داكوغ. الوغ الاسئله اللي كتحط لنا بيان سور شنو هي شنو غيتحط لنا دو كيستيون. الوغ مونتري كو اف ادمي اف موان زان ديفيني سور جي بيان سور ا حيت هادي هي الفقره اللي تعلمنا دابا. و لا كيستيون بي ديتيرميني شنو اف موان زان دو اكس كيل كو سوا اكس ابارتيان ا جي. صافي دونك كيفاش غنبينو هاد لا كيسيون ديال لاكتيفيتي. دونك هنايا اصلا اف فونكسيون شنو كتسمى هاد الفونكسيون هادي؟ بولينوم. بولينوم تري بيان. هاد فونكسيون بولينوم راها كونتينيو فين زيرو بلس لانفيني سيغ ان. اييه نبغو بارتيكول مزيان. المرحله الثانيه خاصنا نديريفيو. الوغ لي ديريفيت هادي غتجيني 3 اكس وكاري. كي دايره اللوسين ديال هادي بوزيتيف. الوغ يعني كيل كو سوا اكس ابارتيان ا زيرو بلس يعني هادي اف اي ستريكتومون كروسانت. ستريكتومون كروسانت. سوغ لانتيرفال زيرو بلس انفيني يعني راه شنو غنديرو دابا؟ يعني اف اف ديال اي ادمي اف موانز ديفيني سوغ جي لي هو شنو ليماج ديال زيرو بلس لانفيني. ليماج ديال زيرو هي زيرو والليميت بلس لانفيني هي بلس لانفيني. صافي مزيان. الو دابا نورمالمون غتقول لي استاذ شنو هي لا ريسيبروك. دابا هادشي اللي غنوريك دابا اكس كاين في اي اذا اف لا اكس كتحول اي و بيان سور اي كاين في جي. دونك اف موان ز ديال اي لا بقيتو عاقل كتشرحت لكم وقيله بالقهوه الفلوسيات ولا بيمو ولا بيمو بيم بيمو هي اذا هذا راه بيمو كتحول. الو مزيان. دابا هنا السؤال اللي غادي يجي عند التلميذ هو ان دابا اف لا اكس كتساوي اي راه هي اكس اس 3 كتساوي اي. دابا هنا كيبقى شنو غندير في الجهه الاخرى وراه هادشي اللي كاين راه هذا هو الغاسين انيام. يعني شنو خصنا نديرو؟ خصنا نديرو الغاسين ديال 3. وتقول لي استاذ هاد المعادله شحال عندها من حل؟ نقول لك الا كانت ا اس ان فيها جوج حالات. إذا كان ان بير اذا شنو كيكون؟ كتكون ا كتساوي غاسين انيام ديال اكس او ناقص غاسين انيام ديال اكس. داكوغ يعني تتكون المعادله شحال عندها من حل اذا كان بير تكون جوج. واذا كان ان امبير الوغ كتكون عندنا حل واحد. ودابا نتوما ملي غنكونو ملي غنبغيو نحدو الفونكسيون ريسيبروك راكم عارفين غناخدو بيان سور البوزيتيف هنايا واخا يكون بير. ولكن حنا دابا هنا فين هنا حالة هنا حالة امبير امبير. اذا غناخدو غير سوليسيون واحد. اذا شنو هي اف موان زان؟ إذا شنو هي اف موان زادو اكس؟ هي الغاسين كوبيك ديال اكس. تري بيان. غتقول لي استاذ شنو هي دابا هاد العجب هذا؟ غنقول لك هادي راه هي راه هادي هي الغاسين انيام. إذا شنو هي الغاسين انيام؟ هي لا ريسيبروك ديال اكس على بويسونس ان. إذا هادشي اللي غنكتبو دابا في القاعدة ديفينيسيون. إذا نورمالمون شوف منا غتسالي الحصة عافاك الله يرضي عليك اودي دونك حاول دير لاطات ديال اليوم او باش تكتب هاد الكور في الدفتر ديالك. داكوغ. اذا شنو غنديرو دابا؟ ديفينيسيون. الو غنشدوها نحطوها هنايا ونديرو ليها دو. اذا شنو غنديرو هنا؟ لا فونكسيون اكس على بويسونس ان لقينا ستريكتومون مونوتون سوغ لانتيرفال زيرو بلس انفيني. دونك الى ادمي اون فونكسيون ريسيبروك ديفيني سوغ زيرو بلس نو مي غاسين انيان باش كنرمزو ليها بغاسين دو ان. إذا كيلكو سوا إكس إيكغيك غاسين إنيام دو إكس إيكالا إيكغيك يعني إكس كتساوي إذا هادي نورمالمون هي اللي خدمت بها دابا. إذا إكزومبل
اذا شنو هما لي غاسين اليوم اللي كنعرفو اللي نقدروا نلقاو في التمارين ديالنا؟ مثلا غاسين ديال 4 اكس بلس 1 مثلا ايغالا 2. شنو هي لا كيسيون هنا؟ مثلا غيزود ليكواسيون. يلا تبعوا معايا مزيان الله يرضيك. الوغ دابا هنايا ضروري انا في الدوفوار درت لكم واحد ليكواسيون، يعني اي واحد بغى يحل شي ايكواسيون ياك كتسمعوني بعدا. الوغ اي واحد بغى يحل شي ايكواسيون خصو يحدد ليها الدومين. الوغ شنو هو الدومين ديال هذا؟ اكس بلس 1 كيفاش خصو يكون؟ موجب، يعني اكس كبر من موان. اذا شنو هو الدومين ديال او؟ هو موان زان بلس نافي. وتقول لي استاذ كيفاش غنحلوا هاد ليكواسيون؟ ايوا دابا انا غندوز معاك دابا لي بروبريتي. ان ملي تيكون عندك غاسين 4 باش كيتحيد اس 4، سمعتيني ولا لا؟ وتقول لي استاذ لا فالور ابسولي، ما نقولكش لا فالور ابسولي، انا ما عنديش هذا، هذا ما عنديش هذا كان نيجاتيف ودرت وسط غاسين فوقاش كنديو لا فالور ابسولي وكان عندك اوكار. غنديرو اكس بلس 1 دو لا بيسونس 4 هي 16، يعني اكس شحال كتساوي؟ 15. وهاد 15 راه كاين في دي اذا إيه شنو هي اس؟ هي شنو هي اس؟ هي 15. اذا إيه شنو هو السوليسيون ديال هاد ليكواسيون اخوان؟ 15. تري بيان. اذا دابا باش نشدو هادشي مزيان اوني بوزوان ديال اش؟ يلا تبع معايا عافاك باش نمشيو نيشان البروبريتي ونمشيو نيشانين لاكتيفيتي باش يمكننا نديرو واحد المثال هنايا. نمشيو نيشان نديرو بروبريتي 4. الوغ شنو عندنا في هاد البروبريتي؟ دونك هاد القواعد اصلا انا كنت غنكتبهم ليكم. ان كاين في ان ايطوال اكس و ايغريك بيان سور خص يكونوا بوزيتيف. اشنو كتقول البروبريتي الاولى؟ الا بغينا نحيدو الغازين انيام خص يكون عندنا الاس لداخل او لبرا، يعني اما لداخل او لبرا. متفقين معايا؟ الا كانت غاسين ان ديال اكس كتساوي غاسين ان ديال ايغريك، يعني راه اكس كيساوي ايغريك. و الا كانت غاسين ديال ان ديال اكس كبر من غاسين ديال ان ديال ايغريك، يعني هذه كنحد هذه كنستعملوها في معادله وغادي نستعملوها في متراجع. هادي كتدل على البيجيكتيفيتي الناس اللي كانوا سيونس مات نورمالمون. هادي كتعني فونكسيون كرواسونس. شكون لي كرواسونس؟ يعني غاسين انيام سيتي فونكسيون ستريكتومون كرواسونس، يعني الا كانت غاسين ديال ان اكس كبر من غاسين ديال ان ايغريك، يعني راه اكس كبر من ايغريك. مزيان. واخا دابا غادي ندوزو للقواعد اللي مهمين بزاف وغنحتاجوهم في لي زيكزارسيس. ملي كيكون عندنا الغاسين فوا غاسين وعندهم ميم لورد، اذا ملي تيكون عندهم ميم لورد اذا ممكن اننا نجمعوهم. صافكن معايا؟ ملي كيكون عندنا غاسين انيام وعندنا الاس بيان سيغ برا ممكن انك تدخلها، وملي كيكون نورمالمون عندنا البسط والمقام عندهم ميم غاسين انيام ممكن اننا نشركوهم وسط غاسين واحد. وهذه اللي مهمه بزاف، ملي تيكون عندنا غاسين وسط غاسين كنديروا البرودوي ديال لي زون. مثال بحال اش؟ مثلا يلا شوفوا معايا هذه اللي بالزرق. مثلا عندك هنا غاسين كوبيك وسطها غاسين كاري، شنو غنديرو هون كهنا؟ ستة حيت راه هنا غنديرو سيس، حيت هنا راه كاينة جوج مكنكتبوهاش. مزيان أستاذ علاش ستة؟ حيت راه كاينه جوج هنا ما كنكتبوهاش، حيت راه غاسين كاري راه على جوج. واخا هادي مهمه بزاف الاخوان. الثانيه انا ندير فيها جوج شراطي. ها هي هادي ديال المثال هذا وهادي ديال جوج شراطي. اذا باغفوا مثلا كتكون عندنا غاسين ديال 3 ولكن انا خصني نوحد باش نحسب، كيكون عندي غاسين ديال 6. اذا شنو كتقول نتايا فاش خصك تضرب هذا؟
في جوج اذا لا ضربتي هنايا في جوج خاصك دير هنا جوج وهذه القاعده اذا شنو غتولي هنا جوج اوكاري صافي اذا لا ضربت هنايا شوف اذا ضربت هنايا في جوج خاصني ندير هنا جوج راه هي هاد القاعدة هادي قال لك إلا كان عندك هنا ان وضربتي في ام خاصك دير ام لداخل إذا هنايا الإخوان باش نفهمو هادشي مزيان غنديرو واحد لابليكاسيون ألوغ شنو هي هاد لابليكاسيون هادي هي السيري اللي قلت لكم جو بونس واقيلا ما خديتوهاش ياك الوغ حتى هي خصني نصيفطها لكم فين هي ربي فين هي عندي في اليو اس بي اشكون جاكم الناس هادو ما كنسمع لا غروب كتغوت لا قنديله تتسول لا والو صدره مره لا صدره انا معاك انتوما مركنين لا سيونس مار لا صدره انا صدره معاك زين اللهم بارك هذه الاخوان هي الصغير الاولاد غروب كتسمعيني كتسمع كنسمع فيه ضر معاه باغي دير لها شي اعتراف ولا شي حاجه قول له غروب غروب سرقتي لها شي كاكاو السيري الثانية عفاك صوري هاي السيري الثانية هاي السيري الثانية شاب صافي هاي انا عزيز عليكم الجروب صافي صافي الوغ انا في هاد السيري هادي نيت غنجبد لكم واحد ليكزومبل هي مشات ليا حيت حيدت اليو اس بي خطير هاد نورمالمون نعاودوها بلاتي كونتيني إذا فينا هي هي انا غادي نسجلها لكم في الدوسي اللي غنصيفط لكم صافي هي هادي تري بيان الوغ بالنسبه ليكزومبل اللي عندنا هنايا دونك هو هذا غادير لكم بحاله في الدوفوار الا بقيتو عاقلين الا شتو الدوفوار راه فيه واحد لا كيسيون بحال هادي مزيان اذا كيفاش كنخدموها هون كهاد لو جونغ ديال لي زيكزارسيس كاين جوج ديال لي ميثود اذا سوا يلا حسام تبع معايا لا دير يلا حسين نفس الكسمه الو اول حاجه هنايا خاصنا نسامبليفي كيفهم سا اي نسامبليفيو هادي لا كيسيون هي سامبليفي اذا اول حاجه خصك تشك هاد لي نومبر يعني كلهم يكونوا سو فورم دي نومبر برومي اذا كيفاش يعني مثلا الا كانت 9 ولا 27 ولا هادي حاول تكتبهم كلهم بدلاله 3 هذا مثلا هنا هذه 15 3 و 5 هذه ما عندي ما نبدل فيها خاصي 3 3 اوكاري 3 اوكاري هنا 5 3 اوكاري 3 اوكاري هذه مع هذه غتولي 3 و 6 تعرف معايا ولا لا؟ ياه بالنسبه لي 36 نعم هذه 3 و 3 و 2 مع 3 هي 6 دابا غادي نجيو للقواعد اللي قلنا شنو هما القواعد دابا باش نسامبلي في هاد ا اشنو خاص يكون تقريبا عندهم ميم خاص يكون ميم غاز يعني ميم لو يعني بحال دابا 3 و 15 يعني هي ضروري خصنا نديرو لهادو كاملين غنوحدو ليهم لو هادي اصلا موحده هادي ما عندي ما ندير ليها هادي شوف معايا مزيان هادي الا رديتها 15 فاش غنضرب 3
خمسة. إذن غادي ندير ثلاثة. خمسة. خمسة. نبدأ أوس خمسة. هاي القاعدة. زيد لي موراها. إذا رديتها 15 3 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
ثلاثة دابا ولا عندنا تقريبا ميم غاسين غاسين عليها. اذا لا كان عندي ميم غاسين في بيك شو غندير لها؟ غندير لها ثلاثة أو خمسة وغنبدا نجمع زائد ستة. ياك عرفتي علاش غنجمع؟ خذ وي قريتو أ لا بويسونس أن فوا أ لا بويسونس أن هي شنو؟ هي أ بلوس أن و أ أن إلى أ أن هي أن موان أن. إذا هادي غنزيدو ستة هادي شحال 18 وهادي تحت الإخوان كي غنديرو لها ناقص ثلاثة صدعتك صدعتك كيف ستة؟ ماشي عشرة؟ بلاتي بلاتي دو ديس خايب صافي ديس دو فوا سانك وهادي دي سويت داكوغ وهادي شكون عندو البراش كيخوتو؟ راه داك المسحوط ديالي أنايا أستاذ واش هاد الشيء وراه هو اللي جا دوخني جا فهمتي بغيت نجري عليه مبغيتش نمشي بحال هو مشى دابا صافي خاصنا نديو المدرسة هذا تا المدرسة دايرها كونفيرمو واخا إذا نورمالمون ديزولي إذا قلنا 2 فوا 5 هي 10 5 18 و 3 دونك الحساب دابا شنو هو؟ هادي غتحيد لنا 15 وهادي هي 30 صافي إذا دخلتي معايا مزيان إذا 15 غتكون هي 3 أو كاري 15 15 باش هادي معادي تمشي باش تبقى 3 أو كاري هي شحال؟ يتسعد. إذا الإخوان راه عندكم بحال هذه في الامتحان راه كاينه في الصيغه صحيحه صافي مزيان في شي سؤال لا شوف راه كاينه ميثود اخرى سهل منا غادي نعاود هذا الاكزرسيس دابا اول حاجه كنشوفوا شنو هي اول حاجه خصك هادو اللي الوسط ديكومبوزيهم يعني تكتبهم اون فاكتور دي نومبر برومي يعني تحاول تفكهم بحال دابا تقدر تكون عندك 81 فهمتي كيفاش تقدر تكون عندك 100 100 شنو غدير لها هي 4 في 5 هي 4 هي 2 اوكاري فوا 5 اوكاري يعني كتخدم حتى على حساب ما تخدمش بليا ب 100 ولا ب 81 يعني حاول انك تصغر باج 5 اذا كيما قلت لكم غادي نخلي لكم واحد 30 دقيقة ديما في الحصة باش نقول لك هادشي تعاود تكتبو ولا تنعطي حيت دابا نورمالمون كنربحو الوقت ديال الكتابة ولكن خصنا نعطي لك في الاخر ديال الحصة باش تكتب راه ضروري تكتبوها الاخوان الا ما دونتوش هادشي الكور ديالنا راه ما غاديش يكمل ان شاء الله. المهم نحاولوا ان نورمالمون الا كانوا اسئلة هاد السيري غادي نعطيها لكم نورمالمون هادي لي غولاسيون ديال الغاسين انيام كنحتاجوهم حتى في لي زيكواسيون كنحتاجوهم في في الـ يعني في سامبليفيكاسيون ندوزو لونسوم ديفينيسيون. الوغ لونسوم ديفينيسيون اللي هي رقم 5 الوغ هذا نديرو بروبريتي ياك وبالنسبه للبي نديرو اكزامبل. الوغ شنو كتقول لك البروبريتي؟ كتقول لك على ان خص يكون اكس ابارتيان ا دي او يعني هذا اللي الوسط اصلا خص يكون ابارتيان الدومين ديالو. شوف هو كيفاش غيكون مكتوب واللي مهم هو ان هادشي اللي الوسط خص يكون موجب. يعني مثلا عطيتك اف لا اكس غاسين كوبيك ديال اكس او كاري بلس اكس موان دو اذا شنو غدير هنا اكس ابارتيان شنو ا دي اف ايكيفالون ان هذاك الشيء اللي الوسط كيفاش خص يكون الاخوان موجب حيت هذا الشيء اللي الوسط ابارتي ان ار صافي. كيفاش غنديروا لهذه دلتا؟ شنو هي دلتا بي او كاري موان 4 فوا ا سي هي تسعد. دونك شنو هما لي سوليسيون؟ موان زان موان 3 على 2
موان زان بلوس 3 على 2. دونك شنو كتعطينا x1 هي موان 2 و x2 هي 1. دونك شحال لقينا من سوليسيون؟ لقينا جوج. اذا كي غيكون طابل دو فارياسيون يعني طابل دو سين، طابل دو سين فين هو فين هو فين هو فين هو هو. دونك غيكون هنا موان لانفيني بلوس لانفيني، هنا راه موان 2 1. إذن بلوس بلوس موان. إذا شنو هي الدي ديال اف؟ هو موان لانفيني موان 2 اينيو 1 بلوس. إذن كنختارو الانترفال بوزيتيف يعني هذا وهذا، يعني هذا الانترفال وهذا الانترفال. داكوغ الوغ هنا ما كاينش مشكل. دونك انا ما تخلعكمش هاد اكس ابارتيان ا دي او. علاش؟ حيت بعض المرات تتكون شي حاجه اللي فيها البسط والمقام، خاصها نديرو داكشي اللي الوسط عاد نديرو بوزيتيف، تيكونوا دو كونديسيون جي لا نورمالمون. بعض المرات تتكون فيها البسط والمقام، دونك داكشي علاش كنديرو دو كونديسيون. الوغ من بعد ليميت، الوغ ليميت كيفاش كنحسبوا ليميت ديال الغاسين انيان؟ هادي مهمه بزاف، تلامد تلقاو مشكل كيفاش يحسبوا لي ليميت. وبيان سور هنايا غادي نخصوا ليها حتى هي في الصغيره، كاينين واحد لي ليميت عطيتهم لكم. وتا في الامتحان بيان سور غيكون عندكم واحد دو ليميت ولا تخوا ليميت ولا كاتر ليميت على حساب الامتحان كيفاش غيكون الوقت والحيز الزمني ديالو. اذا نورمالمون كيفاش كنخدموا هاد لو جون ديال لي كيسيون؟ اذا اول حاجه شنو كتقول بروبريتي؟ كتقول لك الليميت ديال فونكسيون غاسين انيام في اكس 0. اذا عندنا جوج حالات، الا كانت كونستانت كيفاش خصها تكون؟ هاد كونستانت خصها تكون بوزيتيف، و الا كانت لانفيني خصها تكون بلس لانفيني، يعني مولا فيني ما كايناش. داكوغ؟ وهاد هاد البروبريتي راه فالابل في ا دووات دو اكس 0 ا غوش وفي موان انفيني بلس انفيني. داكوغ؟ تفقي معايا ولا يعني كنحسبو كنحسبو الليميت ديالاش، غنديرو اكزومبل، كنحسبو الليميت ديال داكشي اللي لوست. فهمتي؟ مثلا دابا انت باغي تحسب الليميت في موان الانفيني ديال غاسين ديال 4 ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 2. كيفاش كنحسبوا الليميت ديال هاد؟ شكون هي اي دو اكس الاخوان هنايا في هاد الحاله؟ هي اكس او كاري بلس اكس بلس 2. اذا غتجي هنا غتكتب ليا اون ليميت في موان الانفيني ديال اكس او كاري بلس اكس بلس 2. شنو كتساوي الليميت ديال هادي؟ هي الليميت بلس الانفيني بلس الانفيني. اذا كانت بلس الانفيني دونك راه بلس الانفيني. هادي القاعده. صافي تفهمنا؟ السادو اللي عطاتنا مولا فينا شنو ندير؟ ما تتحسبش، ما غلطة، حيت أنا كتبت هنا بلوس لانفيني. واخا نديرو مثال واحد آخر، مثلا كانت الليميت ديال غاسين سان كاع ديال إكس بلوس أ على إكس موان. إذا هنايا إلا جينا نسمو الليميت ديال داكشي ديال الوسط، راه هي الليميت ديال اش؟ ديال إكس على إكس هي شحال؟ هي واحد. واحد بوزيتيف. إذا غاسين ديال سان ديال واحد هي واحد. إذا كيفاش خرجت لي هاد لونو؟ كيفاش خصني نخرج؟ بوزيتيف. فوالا. بعدا هادي المرحلة الأولى بعدا، ما يمكنش شي واحد مثلا هو ما تيعرفش يحسب بعدا، هادي عادي يدوز الفورم أن ديتيرميني وعادي، فهمتينا كيفاش؟ وبعدا كيسمو بعدا هادشي هذا، عاد ندوزو الحالات اللي فيهم كونجوغي. وفوقاش كنديرو الكونجوغي مازال غادي نخدم على هادشي بيان سور في التمارين. واخا اذا هاد القاعده راه فالابل حتى في يعني راه خدامه في بوان في بلوس لانفيني في كلشي. صافي يعني راه في بلوس لانفيني في بوان في ا غوش ا دغوات دان بوان على كلشي، يعني راه خدامه ديما. مزيان. الوغ دابا غادي نمشيو نشوفو كيفاش كنديرو لا كونتينيتي.
اذا لا كونتينيتي ديالاش ديالاش لا كونتينيتي الاخوان يلا تعاونوا معايا تعاونوا معايا شكون ما سكتو جوزيف ديالاش لا كونتينيتي ديال القاسم يعني الو كيفاش كنديروا لا كونتينيتي ديال الغاسين انيان الو لا غاسين انيان دونك القاعده كتقول الا كانت هذيك اللي لداخل بيان سور بوزيتيف او كونتيني سور اي دونك الغاسين انيان ديال او دو اكس اي لي كونتيني فين إيه. يعني هذاك اللي لداخل اللي كتهمنا هي انها تكون كتكتب واحد راه وسير اه دغيا دغيا داك الشيء صوت صوت ايوا المهم ولفتي ولفتي ولفنا اه تفهمتي انا دابا وليت كنقريتها في نورمالمون في الخدمة معاك بزاف وكنكتب بزاف الطابلات ديالك راه كنكتب واحد لابليك بواحد طابلي بين طابلات السوري داك ستيلو واقيلا اي راه ستيلو ابو كان السوري كنا شتي داك الشيء مخربش الو اكزومبل الو بالنسبه للاكزومبل مثلا مونطري كو اف حنا بويسكو غادي نخدمو بزاف ب فونكسيون غاسين كوبيك مثلا اي كونتينيو مثلا سور اي مثلا زيرو دابا راك عندنا غير زيرو اذا شنو هي اول ايطاب اون شنو اللي طاب الاخوان نسميوها اي هذاك اللي الوسط زد اكس بولينوم دونك بولينوم بولينوم كونتينيو سوبر اون بارتيكولير اذا كونتينيو فين زيرو هادي الاولى وقال لك خصها تكون بوزيتيف هنا راه ماشي غير عندنا بوزيتيف راه بوزيتيف هنا راه عندنا هادي راه ستريكتومون بوزيتيف ماشي تا بوزيتيف هادي راه حسبنا هادي راه اصلا الدلتا ديالها نيجاتيف يعني راه هادي اصلا السين ديال اي لي ستريكتومون بوزيتيف دو دونك شنو هي اف لي اكس هي الغاسين كوبيك ديال U هادي A continue دونك انا نحيدو هاد الفاريابل كاع اذا شنو هي F A continue sur 0 1 صافي دونك F هي الغاسين ديال هي اللي عندنا هنايا في القاعدة ياك اولا نديرو F هنايا النوطاسيون صحيحة هي هادي الو اكس سهم ديال الغاسين ديال اذا شنو كتعرفوا الاخوان هنايا هذه الطريقه باش كنبينوا الغاسين انيام اي لي كونتينيو اذا حنا دابا تعرفنا على الغاسين انيام تعرفنا على لي زوبيراسيون تعرفنا على فوقاش تيكون كونتينيو غادي نديروا واخا صراحه ديريفي نورمالمون غادي نحتاجوها حتى نحتاجوها في الدرس الماجي ولكن نورمالمون نقدروا ندخل شويه صح لا نقدروا نحتاجوها في ما عرفتي دابا نورمالمون راك شي فونكسيون فيها غاسيني ونقدر ضروري غنقول لك دير لي فونكسيون غيسيب فوق غادي تبين ان لا مونوتون اذا خاصكم ضروري تعرفوا الديريفيو اذا الديريفي ديالها كي تنديروا ليه هكا بالنسبه باش تبين ان فونكسيون غاسين انيام الي
ديريفاب سوغ ان انترفال بحال الكونتينيتي غير زايد واحد لا كونديسيون خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. هذا هو الفرق. إذا بغيت تخدم أنا غادي نديرها في انترفال. أنا نقول لكم علاش من بعد. علاش خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف؟ حيت بعض المرات كتكون هاد الغازيل اللي هي كتأنيولا في شي موم وراك عارف القاعدة ديال الديريفي كتلاحظ معايا هنا كيفين ولا الغازيل تيولي لتحت. يعني هذاك لو نومبر اللي خاصو يكون بوزيتيف هذاك لو نومبر اللي تيأنيولا الغازيل خاصنا نحيدو. هذا هو الدومين ديال حيت شنو هي الديريفابيليتي؟ هو الدومين ديال اف بريم. هنا باقي دابا ما قريناش الدرس ديال الديريفابيلتي هو الدرس الماجي مي نورمالمون خصنا نتعلمو بعدا كيفاش نديريفيو هاد فونكسيون غاسيل انيال. واخا نديرو اكزومبل. الو اكزومبل مثلا اف لي اكس غاسيل كوبيك ديال اكس وكاري بلس ان. اذا شنو هو السؤال؟ نديرو مثلا انترفال ار في هاد الحالة يكون ار اصلا. الو كالكولي اف بريم دو اكس. اذا اف بريم دو اكس على حساب هاد القاعدة اللي عندنا هنا دوز اكس. اول حاجة قال لك هاد ان اللي عندك هنا كتبها هنا غاسيل تيبقى هو هو اكس او كاري بلس ان. اشنو الاس اللي خصك دير ليها في نظرك؟ جوج اذا كانت هنا ثلاثة كتكون هنا جوج اكس كدير اوكي. راه بحال ديال الغاسين كاغي. في الغاسين كاغي كندير هنا جوج وهنا كندير اس واحد. هادي راه بلو جينيرال على الغاسين كاغي. اذا انا شنو غتبقى لنا الفوق؟ دوز اكس داكوغ هنا ثلاثة غاسين كوبيك ديال ثلاثة اكس او كاري بلس ان لوتو او كاري. شكون عنده شي سؤال عفاك فهاد فونكسيون ديريفي ديال غاسين كوبيك؟ يلا الاخوان شي سؤال. هادو شويه نعسو ولا مازو؟ يلا هونكا ياسمين بدال. لا استاذ ما عنديش سؤال. اخوان غادي نحبسو هنايا باش نخلي لكم لو طون باش تكتبوا. ما بقالناش بزاف بقالنا غير الغاسيل بويسونس غاسيونيل. هاد بويسونس غاسيونيل راه باقي حتى الجروب الاخر باقي ما درتهاش ليه. يعني غالبا غادي نقادكم باش نخدم معاكم جوج الغاسيل. دابا نورمالمون هما حبستو داهم معاهم فهاد معاهم فهاد هاد الديريفي ديال فونكسيون ريسيبروكال. وي بدي دير كل جروب امتحان ديالو ولا مثلا؟ دابا نتوما مفرقين راه كل جروب عنده امتحان ديالو هادشي اللي كاين دابا. ولكن بالنسبة لي بروشان سيونس غالبا غنجمعكم بجوج لأن دابا قديتكم دابا راه تقديتو في في التوقيت. يعني نورمالمون باش نأفونسيو شوية حتى في الظروف التمارين. مبقالناش بزاف باش نصحو لي زيكزارسيس. أنا غنصيفط ليكم نورمالمون هاد هذا الشيء كلشي اللي درناه وحاولنا. أييه باش نصيفط ليكم حتى السيري على بروشان إن شاء الله. يلا شكرا. سد هاد لي زيك وي هاد لي زيكزامبل اللي كاينين اللي خدمنا في الدرس غادي يكونوا في الدرس اللي صيفط لينا. غادي يكونوا. انا دابا هادشي هادشي اللي كنكتب لك دابا غتلقاي بي دي اف الواتساب. صافي يلا الله يعاون. اللهم بارك. يلا بارك.